والآن إلى عالم الفن، لكن بنكهة يمنية هذه المرة، وإلى قصة الفن اليمني أو الفنان اليمني عبد المجيد عامر، والذي خطى خطواته في ظل ظروف صعبة، لكنه استطاع في نهاية الأمر أن يوصل صوت مدينة عدن بكل حب. دعونا نرحب بداية بالفنان اليمني عبد المجيد. أهلا وسهلا بك عبد المجيد. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بمتابعين برنامج لكل العرب. يا حي الله. دعنا، بما أنه تحدثت أنا في المقدمة عن صوت عدن، أن نشاهد مقتطفات من هذا الكليب، من ثم عودة لعبد المجيد. يا غالي يا طول الزمان، يا جنة الدنيا عدن، يا غالي يا طول الزمان، يا جنة الدنيا عدن، حبك جنون، حبك جنون، حبك جنون. ابتدت صفحات عمري يا حياتي، وعشت فيك أحلام ذكريات. أهلا بك عبد المجيد مرة أخرى، حي الله عبد المجيد مرة أخرى. يعني بدايتك مع الفن عبد المجيد كانت في سن مبكرة فعليا، فحدثنا عن هذه البداية. طبعا بدايتي كانت في مرحلة الإعدادية في المدرسة، كنا نغني في الطابور المدرسي وكذا، يعني تقدري تقولي مثل أكثر المواهب الموجودة. لكن النقطة الفاصلة في حياتي كانت في المرحلة الثانوية، لما اتخذت الفن مسار وخط، خلاص أنا هكمل فيه بقية حياتي، وشفت أنه هو الأثر اللي لازم أنا أضعه بعد ما أموت. فاتخذت خط الفن كهوية للحياة. جميل. بعد مرحلة الثانوية أخبرنا كيف استطعت يعني فعليا تطوير مهاراتك الصوتية والموسيقية بعد أن اتخذت هذا القرار؟ طبعا في عدن وفي اليمن بشكل عام سبل التعلم أنك تتعلم المقامات والفن بشكل عام جدا ضئيلة، فاتجهت إلى التعليم الرقمي، التعليم الإلكتروني، وبدأت أشوف كورسات وأطور من نفسي. وموسيقيا كمان بدأت أتعلم على بعض الآلات الموسيقية كالبيانو والجيتار، فتشكل عندي بعد عدة سنوات كمان مع الممارسة والاختلاط في الجو الفني، خلاص تشكل عندي جو فني يعني وخبرة فنية تراكمية مع مرور السنين. جميل. عبد المجيد، أريد أن أسمع منك حقيقة يعني شيء بنكهة يمنية خالصة، وفيما بعد ربما نتحدث معك عن سمات الفن اليمني دونا عن غيره، فماذا يعني تقدم لنا الآن؟ طبعا ما يعني بما أننا من مدينة عدن وأنا عاشق لمدينة عدن، فبنسمعكم من التاريخ الفني. جميل. اليمني العدني، أغنية لعدن للفنان الراحل محمد سعد عبد الله، تقول أوعدك إني أعيش العمر مخلص لك، آمين. أوعدك إني أعيش العمر مخلص لك، آمين. أنت يلي تستحقي، أنت يلي تستحقي كل حبي والحنين. ما اسكنك في وسط قلبي، وانت في عين اليمين. ما اسكنك في وسط قلبي، وانت في عين اليمين. يا بلادي يا بلاد، يا بلاد الثائرين. جميل. يعني من الجميل، عذرا أنك اخترت يعني من التاريخ العدني إن صح التعبير أغنية بالعربية الفصيحة، لكن حبذا لو تحدثنا عن سمات الفن العدني أو سمات فن اليمن بشكل عام. طبعا الأغنية اليمنية، لما نتكلم على أغنية يمنية يعني نتكلم عن تاريخ كبير، يعني تحسي أنه الأغنية اليمنية بشكل عام تاريخ أو أغنية تاريخية قديمة.
حتى بعد يعني إحصار يعني اليمن في حدود معينة، الأغنية اليمنية اكتسحت الحدود وموجودة في الخليج وموجودة في دول كثيرة، وحتى وصل لدرجة أنه الأغنية اليمنية تنسب لأغاني خليجية وهي بالأصل أغاني يمنية وفن وموروث يمني قديم حقيقي. فيعني نقدر نقول أن الأغنية اليمنية من شهرتها نسبت لغيرها لأنها نعم. يعني تجاوزت حدود اليمن بالضبط. نعم. طيب هل من الممكن أن تسمعنا شيء باللهجة اليمنية أو اللهجة العدنية الخالصة؟ يعني قبل قليل كانت بالعربية الفصيحة، أنا أريد أن أسمع لشيء يمني خالص. سلام. تمام، نسمعكم باللهجة العدنية يعني القحط تماما. نعم. أغنية شلني يا دروي لك معي جود وإحسان، حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، هيض الصوات طائرات الورد، حد سافر وحد من رحلته جا معود، شلني يا درويل لك معي جود وإحسان، حطيني في عدن ولا في الشيخ عثمان. جميل. درويل يعني سائق. أها جميل. شكرا شكرا على الترجمة. طيب عبد المجيد، يعني أنت الآن تطلق على نفسك أنك فنان برسالة ملهمة ومؤثرة، فحدثنا عن ملامح هذه الرسالة وهذا التأثير الذي تقوم بصناعته. طبعا يعني أنا كفنان يمني صح أنه المسار وخط الفني اللي أنا ماشي فيه شوية يعني له طابع قيمي فكري وثقافي، تمام، إلا أنه في الخامة اليمنية موجودة ومحتفظ بالهوية اليمنية، بس أنا حابب أنه أغطي هذا المجال الخط الفني القيمي في اليمن، بما أنه في فنانين كثير يغنوا الأغنية العاطفية والأغاني التراثية اليمنية، بس أنا ماشي في الخط القيمي لأنه أشوف أنه في فرق كبير في الساحة العالمية وأيضا في الساحة العربية وكمان في الساحة اليمنية نفسها. أنا من القلة القليلة الموجودة في مدينة في اليمن مدينة عدن اللي يغنوا هذا الخط القيمي، فأشوف أنه هذا خط ناقص في فناني وكمان خط له رسالة وهدف وأثر. هذه الأيام على صعيد الشباب وأنت ما زلت يعني في مقتبل عمرك، هل تجد أنه هذا الفن الهادف ما زال له أثره بين الشباب خصوصا في ظل انتشار كثير من أنواع الفن الأخرى؟ بالعكس، الفن القيمي الهادف الآن الناس متعطشين له بكثرة لأن الناس خلاص ملوا من العاطفي والأغاني الأخرى، فالناس يحبوا ينوعوا يسمعوا أشياء، يعني مشاعر الإنسان مش بس حب وحب وعاطفة، لا، في مشاعر الإنسان مختلفة ويحتاج يسمع لكل يعني حالة شعورية هو يشعر بها يحتاج يسمع أغنية، فمثلا هو محبط يحتاج يسمع أغنية تفاؤلية تقيمه من الإحباط اللي فيه وهكذا يعني. فأعتقد أنه هذا الخط الناس متعطشين لسماعه بشكل كبير. جميل. عبد المجيد، لديك أنت شركة إنتاج في عدن وتنتج رغم الظروف الصعبة فعليا التي تعيشها البلاد حاليا، أخبرنا عن هذه الظروف التي تعيشونها. طبعا في مدينة عدن بدأت أنا بهوم ستوديو بسيط، حاولت أنه الظروف اللي حولي ما تشكلش من أكون أنا، فبدأت حبة حبة زي ما يقولوا خطوة خطوة، فمؤمن أنا بفكرة النجاحات الصغيرة اليومية. نعم. بدأت بنجاحات صغيرة يومية لا تكثر يعني يوميا، لكنها شكلت لي الآن على المدى البعيد يعني نجاح كبير، والآن أنا مدير تقليدي ومهندس صوت في شركة مقام بروديشن في مدينة عدن وأنتج أغاني لي وأنتج فنانين آخرين. نعم. بالمناسبة أغنية عدن التي عرضناها في البداية يعني انتشرت انتشار واسع وأصبحت ترند حين نزلت، فأخبرنا يعني ماذا تريد أن تقول للناس وللجمهور العربي تحديدا عن عدن، خصوصا أنه الملامح الآن أصبحت ملامح الحرب في اليمن فقط. بالضبط، هو الآن الفكرة أنه جميع الفنون اللي خرجوا من اليمن مثل باقي البلدان العربية نقول لهم موجود سلام، موجود فن، موجود تعايش، موجود أمور كثيرة غير الحرب، فنحن نمثل الوجه المشرق لليمن. فأغنية مثلا ساكنة روحي لعدن تقريبا انتشرت بسبب أنها مست الشارع العدني القديم والعتيق الصورة البصرية اللي اشتغلناها،
هذه الأغاني وهذه الفنون هي الوجه المشرق لكل المدن اللي فيها الحروب وفيها الدماء. نعم حقيقة عبد المجيد عامر، تحياتنا الخالصة لك ولشعب اليمن، ونرجو لك التوفيق الفنان اليمني عبد المجيد عامر، وأن يصل من خلالك صوت اليمن إلى كل العالم. شكرا جزيلا لك.